عقد وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها الوزارة يوم 8 فبراير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف وزير الأوقاف أنه تقرر إطلاق اسم فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد على مسابقة هذا العام التي يشارك فيها 75 متسابقا من 60 دولة، منها 31 دولة إفريقية. في 8 فبراير المقبل بإذن الله تعالى تنطلق المسابقة بمشاركة أكثر من 60 دولة، منها نحو 30 دولة من قارة أفريقيا وحدها، لأننا خصصنا فرع للطلاب الأفارقة، وكما أشرت فيه فرع لفهم مقاصد القرآن الكريم وكيف نفهم القرآن الكريم.